نروح لنادي طلائع الجيش. اطمأن الجهاز الفني بقيادة كابتن عبد الحميد بسيوني على جاهزية عمر السعيد مهاجم الفريق لمواجهة بيراميدز المقبلة في الدوري. شارك اللاعب في اللقاءات الودية اللي خاضها خلال فترة التوقف، عاملين ماتشات كويسة جدا كابتن عبد الحميد بسيوني. لو كلمتكم خلال الأربع مباريات اللي فاتت عنده حرس الحدود فاز عليه بهدفين، بعد كده لعب من السمنود فاز بهدفين، فاز على الداخلية، بعد كده اختتم ودياته بالانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف. نتائج كويسه جدا. طلائع الجيش بيستعد لبيراميدز الساعه 9:30 ان شاء الله يوم الجمعه باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجوله 27 لمسابقه الدوري المصري العام.